السلام عليكم. عليكم السلام، جاهز؟ بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسم فريق ابتسم نرحب فيكم في الحلقة 18 من برنامج همسات لثويني بعنوان كن مرنا. شنو العنوان اليوم وشنو خبايا دكتور؟ راح نعرفها غريب ولازم يعني، والآراء من الأسئلة راح تبين مو واضحة دكتور. احنا اصلا هذا المفروض انت تحط عنوان وتحط له مفهوم من خلال اسئلتك العامه، وتالي خلال الحلقه ياتي البيان. بإذن فاحنا الله هذا اللي مطلوب. اما اذا كتبنا كل شيء حق الناس فهد من خلال الاسئله او من خلال البوستات، خلاص بعد ما له داعي نسوي الحلقه. لا لا، إن شاء الله إن شاء الله اليوم نعرف المغزى للعنوان. تبيها غامضه اليوم ولا تبيها واضحه؟ كيفك انت، لا شوف لا، نبيها واضحة عشان توصل الفكرة كاملة دكتور. ان شاء الله إن توكل شاء على الله الله. تفضل. نبدي دكتور. اليوم عندنا 3 أسئلة للحلقة. نبدي بالسؤال الأول. وكال السؤال كان: هل تجنبت الحوار مع شخص لأنه لا يحسن الاستماع لك؟ طبعا 80% قالوا نعم و20% قالوا لا. هذا موقف متكرر، في خاصة الحين وقت كورونا، الناس قاعدة ما عندها شغل في البيت أو المجلس أو الجمعة، تلاقيها متكررة. فخلاص أنت إذا كان أول في السابق الواحد تشوفه نصف ساعة أو ساعة أو ساعتين في اليوم، الآن تشوفه 10 ساعات في اليوم. فأحيانا يصير فعلا أكو ناس تتكلم معاهم لكنهم ما عندهم هذا الاستعداد الوافي الكافي أنه يستمع لك. فهل من المرونة أن أنا أستمع مرة مرتين وثلاث، ولا من المرونة أني أنا أقطع عليه؟ طبعا منهجية الرسول عليه الصلاة عليه والسلام الصلاة والسلام. كان يستمع، كان يستمع. فهذا كان بس مجرد تنبيه حق الناس. وطبعا احنا الناس مشوا على عكس السنة، يعني بمعنى آخر على عكس نفسية الرسول عليه الصلاة والسلام الذي كان يستمع للجميع. وهذا واحنا ناس ضعاف، وشكرا للجمهور أعطونا البيان على حقيقة. نعم، الأغلبية قال ما راح أسمع. طيب، السؤال الثاني دكتور كان: ماذا تصنع إذا ظهر لك إعلان سيء، سواء في سب، منظر مخل للآداب، أو مشهد مثير جنسيا وغيره من الأشياء؟ 9% قالوا أتابع كأن لم يكن. دكتور كمل الفيديو. 12% قالوا أصد حتى يمر وأكمل. نعم 39% قالوا أسكر الملف. نعم 40% قالوا أرصده وأبلغ عنه. طبعا ال 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 بعض الناس يقول لك يا حبيبي خليك مرن وتابع كأن لم يكن، عادي خلاص، يعني ايه الامور عاديه. لا، ليس هذا من المرونه نهائيا. ليس من المرونه اني انا اتجاوز على امور الله سبحانه وتعالى وضع لها حد، والنبي عليه الصلاة والسلام وضع لها بيانا. فليس باختيارنا، يعني كثير منا كبشر للأسف يضعف وتحت بعض العناوين الرنانة، الحرية، المرونة، الكذا، فيتجاوزون إما نسيانا أو يتناسون أو جهلا، ما أعرف، كل إنسان عنده أدرى بنفسه. لكن الخطر وين يا فهد؟ إذا الله وين؟ سبحانه وتعالى يوم القيامة سألني لما عرض عليك كذا وكذا وكذا، لماذا فعلت ذلك يا عبدي؟ ما الجواب؟ كل واحد فينا يجهز الجواب. اذا انت مقتنع بجوابك الذي ستواجه به الله سبحانه وتعالى فافعل. الناس الحمد لله اختاروا الاكثر، يعني النسبه عندنا حوالي 80% اختاروا منهجيه الصد، وهو ان احنا نوقف هذا الشيء ما استطعنا عند حده، سواء انا اسكر الملف وابتعد او ان فعلا ارصد واحاول من خلال وسائل البيان بين للسوق. وهذا المفروض اللي يكون، هذا المفروض اللي يكون. زين، ننتقل إلى الهمسات دكتور. يلا، همستنا الأولى، هذه كانت مقدمة. الآن احنا نروح على كيف الواحد يكون مرن. ايه نعم، كيف يكون الواحد يكون مرن. الهمسة الأولى دكتور لليوم هي التعدد. ليس بالضرورة إذا أنت شايف الحق ومتعلم، سواء من خبرات اكتسبتها من الوالد، الوالده، الجد الله يحفظهم، او تعلمتها من خلال الدراسه، او تعلمتها من خلال الحياه، ليس بالضروره لانك انت على صواب معناته غيرك على خطا. الصواب متعدد. ولهذا اول شكل من اشكال المرونه يا فهد التعدد،
بمعنى ممكن انا صح وانت كذلك صح، بل اكثر من هذا، انا خطا وانت كذلك خطا. فمن المرونه في 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 التعامل والمعاملات ان يكون الطرفين صح ويكون الطرفين خطا، ليس بالضروره ان واحد صح واحد خطا. فالمرن عند هذه القاعده انه يبحث في ما وراء الموقف فيشوف هل هو فعلا صوابين وان كان واحد قد يعلو الثاني، او خطئين وان كان واحد يدنو من الاخر. فالمرن يقدر يميز هل هذا موقف تعدد فيسعك ما يسعك ويسعني ما يسعني، ولا لا فعلا هو صح وخطا. هذه الهمسه الاولى. الهمسه الثانيه دكتور هي التنازل. احيانا نعم تتنازل عن حقك، او تتنازل عن شيء متاح لك، او تتنازل عن شيء مملوك لك. نعم، ليش؟ لان قد ياتي هذا التنازل لمصلحه اكبر. مثلا مصلحتي انا كفرد، مصلحه واحد مصلحه كبيره، لكن لو انا تنازلت يا فهد عن هذا الحق، قد المصلحه تبدا يعني تحوي عشرات من الناس، تنتقل الى المجتمع. مجتمع، نعم، مجتمع، عائله، اسره، قبيله، حاره، مجتمع، تحت مفهوم من مفاهيم التضحيه مثلا. فبالتالي من المرونه كذلك التنازل. بعض الناس يقول لك لو ما يصير ما بيقولها، لان اكو بعض المجتمعات تسب يعني تنزل وتصعد. فلا اريد يعني ادبا واحتراما للجمهور، وايضا يعف لساني عن ذكر مثل هذه الامور، وبعضها قد يكون كفري، يكفرون الناس، مثل اللي ماسك موضوع الطلاق كانه قاعد ياكل لب وياكل حب اسود مال الرقي او مال البطيخ. علي وعلي 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 بالثلاث، حتى بعد مو متزوج، يحلف بيطلق بالثلاثه وللحين ما لقى بنت الحلال. ففي ناس اذا حط فكره في راسه وكانها انزلت. لا يا اخي، لا، ممكن كنت صح بس تتناسب. مقابل ماذا؟ مصلحه اكبر، او اذا في مفسدتين مفسده اقل. هنا هذا من المرونه ومن العقل ومن الحكمه كذلك. الهمسه الثالثه دكتور الفرص. النبي عليه الصلاه والسلام يحط لنا قوانين جميله. إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. وإن جرى على لسان الناس الحديث الآخر، إن كان حديث ضعيف أو 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 قول، من ترك شيئا لله عوضه خيرا منه، معنى 100% صحيح، لكن النص يعني لا أدعي أنه حديث الرسول عليه السلام، لأنه أولى أهل الشرع. لكن الأصح هذا، إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه. فهنا الفرص، قل انا يعطني الفرصه اتركها. قد الفرصه لو تركتها تعطيك الف فرصه. احيانا فعلا، وفعلا انا مع من يتمسك بالفرص اذا جاءت، لكن قيس هل هذه الفرصه تفتح لك خيرا واحدا ام تفتح لك فرص اكثر؟ اذا من مفاهيم المرونه انك تبحث عن المجال اللي يعطيك فرص اكثر وليست فرصه واحده. والرسول عليه الصلاه والسلام بين لنا اللي اذا تركت شيء لله، تقوى لله سبحانه وتعالى، حبا في الله سبحانه وتعالى، تقربا الى الله عز وجل، طاعه للرسول صلى الله عليه وسلم، تقربا الى الله عز وجل، كل هذه ممكن تفتح لك ابواب اكثر منها. فمن المرونه كذلك اني اتنازل او اترك فرصه مقابل عده فرص، عده ابواب، مثل ما قال المثل اترك فرصه الله يفتح لك الف فرصه ان شاء الله. هذا من فاهم ان شاء الله. الهمسه التاليه دكتور للانفتاح. الانفتاح على الناس، واحنا ما نقدر نعيش لحالنا فهد، يعني انا في مثل الحلقه انا وياك احنا لازم نتكامل. فقد ياتي على بالك انت بالك فكره او عندك راي، كذلك انا عندي فكره وعندي راي. احنا ما نتكلم الحين صح وخطا، ولا نتكلم مناسب غير مناسب، نتكلم هناك تعدديه في الافكار وفي الاقتراحات. فالانسان المرن وان كان هو اعلم، وإن كان هو أدرى أو كان هو أوسع خبرة، لكن ما الذي يمنع أنك تسمع إلى الأفكار البديلة، إلى البدائل الذكية احنا نسميها؟ فإذا من معاني المرونة هو الانفتاح على الآخرين وطلب المشورة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هو وحي ينزل عليه، مع هذا كان يستشير. فطلب المشورة وطلب الآراء هاي تعتبر من الشخصيات المرنة. وفي ناس يقول لك وليش أقول حق الوالد، هذا رأسه يابس، لماذا أخبر الوالدة؟ فهذا يعني هي مغلقة ما تستمع.
روح قول حاول. ولهذا من ذكاء الاباء والامهات انهم يفتحون فرص الحوار، حتى منها يتعرفون على ما ببال ابنائهم وما عندهم من افكار، ومنها ايضا قد ياتون بافكار جميله تفتح لهم فرصه التعارف اكثر والتقارب اكثر من بعضهم. بالنسبه لي في حال، طبعا تعرف انا ما عندي مكتب استشارات وليس هذا اختصاصي اصلا، وان كنت قمت بهذا الدور قبل 20 سنه واكثر، وحتى الان الناس تستشير فلا بأس، انا اجيب كمدرب ولا اجيب كاخصائي نفسي، لان ما شاء الله الاخصائي النفسي كثرهم مختصين. لكن من اين اتي بالاجابه؟ يعني هنا الشاهد، اين الشاهد؟ من اين اتي بالحل؟ من صاحب المشكله. هو يعرف الحل لكن يريد من ينظم له افكاره وسلسله افكاره حتى يصل الى الحل، لان ما في احد عنده حل من برا، الحل موجود عند صاحبه. الحل مثل موجود ما عند قلنا صاحبه. الحلقه اللي طافت دكتور. جزاك الله خير، ما شاء الله عليك. يا دكتور الهمسه الاخيره دكتور، التغيير. ملاحقه التطور النافع. يعني تصور مثلا على مثلي، مثل انا خلصت رساله الدكتوراه، يعني خلصت الدكتوراه 91 1991 تركت مقاعد الدراسه. طيب من 1991 ما تغيرت الدنيا؟ الابحاث والكتب والمؤلفات، كل 3 4 سنوات ينزل كتاب يقتل الكتاب اللي قبله في جانب من الجوانب، بل حتى المؤلف نفسه مع الوقت يطور نفسه. فبالتالي انت تتكلم عن سنوات طويله. فهنا لو انا ظليت على نفس المدرسه القديمه، قد وكثير من المفاهيم هي نفسها لكن الوسائل هي تتغير. لكن الصدق، الصدق من عمر الدنيا هو الصدق، والكذب من عمر الدنيا هو الكذب، والكبر هو من عمر الدنيا الكذب. ايش اللي طلع ابليس من رحمه الله سبحانه وتعالى؟ كبره، تكبر. فبالتالي القيم ثابته، انما الوسائل متغيره. الوسائل مثل الناس تحج قبل 4 شهور على ما يوصل مكه، شرفها الله، نسال الله سبحانه وتعالى يرزقنا فيها حجا قريبا ان شاء الله. اللهم زد ذلك البيت تشريفا وتعظيما ومهابه وامنا. الحين 3 4 ساعات، 3 ساعات، ساعه ونص انت بمكه. الحج قبل ياخذ 6 شهور، الحين الحج ياخذ بعض هذول بعد اللي يعني يدفع يذبح له 3 4 هدي، ومع شوف عاد اذا كانت عليه شويه مخالفات 3 ايام يخلص الحج. انا ما نقول هذا صح او غلط، يعني نتكلم الدنيا تغيرت. فاذا التغيير هو جزء من التطوير. فالانسان المرن يواكب التغيير بما يحافظ على القيم. انتبه انتبه معاي لو سمحتوا، بما يحافظ على القيم والمبادئ. المرونة هي منسوجة داخل إطار القيم والمبادئ، أما تحت بند مرونة تطلع عن القيم وتسمي على ونغير المسميات، الكذب والتدليس والخداع والغدر، نسميه فهلوة، نسميه حبكة تجارية، نسميها لعبة سياسية، جهنم ما تفهم كذي. جهنم تفهم صح غلط، جهنم تفهم حسنة سيئة، جهنم ما تفهم المصطلحات مالتنا. فاللي منكم يمر على الصراط الكلاليب مالت جهنم تقول والله، يقول له والله كان فهلا وما له عليم، كتابك بيمينك أو كتابك بيسارك. فلهذا المرونة تحت مع المحافظة على المبادئ والقيم والأخلاق بما أمر الله سبحانه وتعالى وبين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام، جزاك الله خير دكتور. السؤال الثالث للحلقة كان دكتور، أن أكون مرنا تعني بالنسبة لي 53% قالوا دكتور الانفتاح لآراء الآخرين، ما شاء الله. 1% قالوا أتنازل عن حقي، 8% أنا وغيري على الصواب، 38% قالوا أعطي فرص. شوف الناس راحوا باتجاههم، باتجاه الكسب، أن أنا أنفتح على الناس وأسمع آرائهم وأوافق أرفض، أنا أعطيهم فرص، ما راحوا تحت أن أنا أترك. تدري نوع من المرونة طبعا هي كلها أقسام، لكن أشد نوع من أنواع المرونة وأقواه هو الترك. ولهذا ماذا تقول القاعدة هنا؟ اسحب فكرتك ولا تنسحب، اسحب فكرتك ولا تنسحب. وهذا أشد نوع من أنواع المرونة اللي الناس ما يقدرون عليه، اللي أعطونا عليه 1%. هذه نتيجة سليمة، الناس ما تتنازل، أي لا تترك، علما أن المرونة أغلبها في الترك. فاسحب فكرتك يا فهد ولا تنسحب.
ننتقل دكتور إلى فقرة الأسئلة. على راحتك، إذا تحب وإذا ما تحب خلاص، أنت شو اللي تبي، شو اللي تعمله. الله يامر عليك عدو. تذكروا بالمسابقة ولا ما تذكروا فيها؟ لا إن شاء الله فايزين. ذكرهم خلاص. ولا عشان فزتوا 3-1 يعني خلاص يعني. لا اليوم لا لا. اليوم عليك يا بهد، اليوم عليك أنت والجمهور. لا إن شاء الله اليوم إذا كانت الأسئلة في صلب موضوع المرونة بإذن لا. الله راح نتغلب على الدكتور ونضاعف النتيجة إن شاء الله وخلاص نفرق عنه يعني. دكتور سؤال الأول اليوم تقول السائلة، دكتور ولد أختي عمره 12 سنة مدمن للألعاب الإلكترونية بشتى أنواعها وودي أغير فيه هذا الطبع لكن هناك غياب لدور الأب فماذا أفعل؟ يعني أول شيء المتحدث هي الخالة. خالة. طيب وين الأب وين الأم؟ يعني أول شيء جزاه الله خير وبارك الله فيك، هذا النوع من التعاون الأسري ممتاز. يعني مساعدة الخالة والعمة والعم والخالة والخال للأهل، أنا كنا نسميها الأسرة الذرية اللي كل أسرة تتعاون، هذا شيء رائع وممتاز، لكن بشرط أن لا يلغى دور الأبوين. فالسؤال هنا، هذا المدمن على الإنترنت أو على الوسائل، وأين أبويه؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل طرحنا له بديل؟ هل عندنا برنامج؟ هل عندنا ألعاب؟ هل نقعد مع بعض؟ هل نقدر الطرف الثاني؟ هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث، طيب هل الألعاب يلعبها زينة؟ ما هي زينة؟ سيئة؟ حسنة؟ طيب ممكن وقتها ساعة أو ساعة ونص في اليوم وباقي الوقت؟ فهذه أسئلة كلها تحتاج في مجملها علشان أسمي مدمن. إذا الأبوين قامين بدورهم وإحنا عندنا برنامج وعندنا كل شيء، والولد أيضا يهرب ويندس ويروح الحمام ويمسك التليفون عشان يلعب سوية، هذا يقول عنه مدمن. مع كلمة إدمان ليس لا تطلق هكذا، يعني هذه تهمة. إدمان معناها هناك إفراز هرموني داخل الجسم ينادي هذا الشخص حتى يتفاعل مع النشاط، وهذا معناته وخطر طبعا. إذا وصلنا مرحلة إدمان أنا ما أقدر أسوي شيء، هذا دور الأطباء النفسيين، طبيب النفسي هو هذا شغله، يعني دخلنا في عملية كيميائية أكثر من كونها فقط قضية نفسية. فقبل ما نحكم خلنا نجرب، يقوم الأب بدوره، تقوم الأم بدوره، نسوي برنامج، نحط بدائل، نفهمه. إذا استجاب لنا خلاص انتهى، ما في إدمان. إذا ما استجاب هنا ممكن نسأل إنسان يساعدنا في هالمسألة. أوكي خالة دكتور شنو تسوي؟ شنو تنصح؟ لازم تحرك الوالدين، تروح تتكلم اختها، يا اختي الغاليه ولدك 1-2-3-4 وانا انصحك بكذا. خلي يعني شكرا على الاستدراك فيها جميل. انا انصح اختي تقوم دورها مع ولدها عشان لا اخذ دورهم. هذه سرقه بنويه، ان الخاله تسلب الولد فيصير عندها تسرقه من امه وابيه، ما يصير. انما انا اساعد ممتاز. جزاك الله خير دكتور. السؤال الثاني يقول لك كيف احب الناس؟ دكتور شلون نحب؟ أن تكتشف الجمال اكتشف. تكلمنا في حلقة سابقة في الموضوع، كل الإنسان ما تعريف الحب، أبسط تعريف الحب الميل نحو الأمور النافعة أو الأشياء النافعة العزيزة النافعة والجميلة. الإنسان بطبيعته فطريا يميل إلى الجميل وإلى العزيز الثمين وإلى النافع مثل العلم. طيب شلون أحب إنسان؟ أني أكتشف الجمال اللي فيه، الجمال المدروس، الجمال المغموس، الجمال المحسوس، الجمال الملموس، والجمال الملحوس. 5 ذكرتم في كتابي كيف نكتشف الجمال. من أجل الإجابة على هذا السؤال ألفت هذا الكتاب، لأن وجهة نظري أن كل إنسان جميل، كل إنسان، كلها كاف لامة، لأن الله سبحانه وتعالى عدل في حكمه، ما يترك إنسان من غير جمال. قد ما يكون جمال الشكل، جمال المحسوس هذا، لكن الجمال الملموس، الجمال فيه الجمال المحسوس اللي داخل، المغموس اللي داخل، المدروس العقل وطريقة التفكير. أما الملحوس اللي هو الديكور والمكياج هذا تمسحها مع الاستحمام يطير. فبالتالي أشكر السائل، اكتشف الجمال في الإنسان وحبه من أجل هذه النقطة الجميلة، نسميه في بلهجة التربويين الافتخار. أدور على الإيجابية وافتخر فيها فتحببني في هذا الإنسان.
جزاك الله خير دكتور. جزاك الله. إذا تسأل إحدى الأمهات تقول إذا كان الأولاد كل واحد منهم مصر على رأيه وأنه الصح وما يعترف بالغلط دكتور، فشلون أحل هذه الإشكالية والحوار ما قاعد ينفع دكتور؟ ممتاز، يجب أن نجعل هناك نظاما للحوار قبل البدء به. دام عندي ناس عندها العقلية هذه، ويمكن الشباب أعمارهم مختلفة، فنسوي نظام: تعالوا يا عيالي اليوم راح نفتح موضوع النقاش برحلتنا الأسبوع القادم، أو شو نسوي، ماذا نصنع بالغرفة اللي في البيت، أو كيف كذا. لكن شروط النقاش: 1 2 3 4 5. مدة الحوار: لما واحد يتكلم ممنوع أحد يقاطع، لما أحد يطرح فكرة ممنوع أحد يناقشها. يعني يصير في نظام. ثم فنحط، لما نحط نظام خلاص احنا حسمنا الطريقه، بينا الطريقه، والجمنا كل واحد يتعدى على الطرف الثاني، فكل ياخذ حقه، مثل ما يصير في مجلس الوزراء، مثل ما يصير في مجالس النواب، مثل في نظام، في احد. هذا الامر الاول، نحط نظام. رقم اثنين، لابد يكون في سلطه ضابطه، الاب، الام، الاخ الكبير، احد ضابط هو المسؤول عن الجلسه، يقول لو سمحت انتهى وقتك، تفضلي يا بنتي تكلمي، لا تقاطع، مو مسموح لك، كملي فكرتك تقوليها. الفكره هذه ما نناقشها الان، ندونها ونناقشها بعد ما طلع افكار. ففي ضابط يدير الجلسه. رقم ثلاثه، التسامح. ما يصير يا ولدي يا حبيبي هذه اختك، صح يمكن ما عبرت صح، بس عاد انت قدرها. يا اختي يا بنتي، ما علي، اخوك مثلا هو رفع صوته بس ما يقصد، كان متحمس. السماحه والتسامح، دور الاب هني يبدا، وهذا تدريب ميداني حق عيالنا قبل ما يطلعون هناك. احيانا نحتاج نضبطهم، عيب يا بنت، الكلام هذا مو مسموح لك، يا بنتي ما يصير تتكلم انا مع ابوك بهذه الطريقه او مع امك بهذه الطريقه، هذا الموضوع مرفوض ولا يناقش. احتاج اسوي مرات هذا الشيء، مرات يقول تبارك الله شنو الفكره الجميله، بس الطريقه اللي طرقتيها وبينتيها ما هي سليمه، خلي اعلمك شلون تكلمين والدتك مره ثانيه، كذا كذا. او الثالثه، تبارك الله موافق، بس لان اسلوبك او اسلوبك كان ممتاز. فهمت شلون المفارقه بينها؟ اذا خلونا نعلم نفسنا، نعلم عيالنا الطريقه. بإذن الله دكتور. يقول لك شلون نتعامل مع الشخص اللي يدلس الأقوال، يقول فلان قال كذي وفلان قال كذي وهالشيء ما حصل، شلون أتعامل مع هالشخص دكتور؟ ترى احنا جاوبنا على سؤال شبيه من هذا. نعم طبعا ما اعرف، انا ما عندي جواب، ما اعرف لماذا هو يصنع هذا. شوف، اشياء انا ما احبها، الاشياء ما احبها، ما احب الخيانه، ما احب الغدر، ما احب الكذب، ما احب التدليس، ما احب التوريه. هذه الامور تضع بين حواجز، تخلي بين الشخص وشخص حاجز. انا ليش، لماذا اصاحب هذا الشخص وهو من طبيعتي الغدر او الخيانه او التدليس، لماذا؟ لكن عاده الانسان الذي يكذب ضعيف، الذي يدلس ضعيف، الذي يواري ضعيف، الذي يغدر ضعيف، الذي يخون ضعيف، هذا فهو مسكين. فاذا لننظر اليه بعين المسكين، هذا مسكين محروم، الذي لا يصدق محروم. الله سبحانه وتعالى مدح الصادقين واهل الصدق، جعل لهم باب. وبكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، صاحب النبي عليه الصلاه والسلام، سمي صدق الرسول، صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا يرى ولا يسمع، فصار نموذج من نماذج الصدق في حياتنا. فهذا الكذاب والمدلس هو مسكين فقير محروم. فاذا دورنا هنا نعمل ثلاث امور على السير. رقم واحد، التوعيه، تعال يا فلان بيني وبينه، ترى انت قلت كذا كذا كذا، وهذا يسمى كذب او يسمى تدليس او يسمى حسب الفعل الموجود. رقم اثنين، ما اسئله، ما الهدف؟ تبي تلفت الانتباه؟ تبينا نطالعك؟ ما عندك موضوع تقوله؟ بين لي ليش انت تسوي هذا الشيء حتى انا اساعدك. رقم ثلاثه، ندربه على عكس ما يصنع، ندربه على الصدق، على الامانه، على الطرح، على الاسلوب، على البيان، على الرفعه، علشان ياخذ حظه ونصيبه. غالبا هذا الفتيني، اكو يسمونه الفتيني، اللي عندها ام عبد الله عندها خمسه، اكو واحد فتيني، هذا يقول غالبا هذا يصير الفتيني على يمه، فلان سوى كذي، يمه فلان سوى، يمه فلان ترى عقب ما طلعت سوى كذا. والام تقول زين انت شفته اكيد، انت متاكد؟ هي على بالها مسكينه يعني صايده الموضوع. انت صنعتي مدلسا في البيت، صنعتي فتانا في البيت، قضي باذن اول ما يدخل تعال تعال تعال، تعال. اجي للعيل ما تستعلى وجهك، عيب، شلون تنقل كلام عن اخوانك واخواتك؟ يوم ولا كلمه، ان عدتها مره ثانيه لا اشلع اذنك هذه من مكانها، عيب عليك، استعلى وجهك. عاد انا سمعت السالفه، اروح من وراك، اروح
اتاكد شنو صاير، تأكد. اتاكد. تعال ابو عبد الله الحق علينا، الحق علينا فهد اليوم نقل معلومه هالكبرها، ترى قاعدين العيال سوى كذا كذا كذا، نعالجها لكن لا نشجع العيال على الفتنه. دكتور، هناك سؤال أيضا تكرر، لكن يقول السؤال: كيف أقنع فتاة ذات 12 سنة بالالتزام بلبس الحجاب؟ احنا ايش موضوع 12 هذا؟ 12 و11 و... ملازمنا كل الحلقات تبارك الله، الله يحفظهم عيال 11 و12 هذول، هذا اجمل العمر، هذا هني الانقلابه من الطفوله الى الرجوله، من الطفوله الى اليافعيه، الشاب يصير يافع، بنوته جاهزه للزواج ولا جاهزه للزواج، فالمرحله لهم راي لهم عنفوان، اذا ما لقوا احد يتبناهم قد يقعون في اخطاء في المرحله هذه. احنا في السؤال اللي فات لما قلنا الفتيني اللي ينقل الكلام، اللي هذا النقال الكلام هذا، قلنا شنو علاجه؟ تله اذن. الحين نروح حق ام 12 هذه تبي تلبس حجاب، هم من تله اذن بس مو من اذنها. اولا كان الاصل عمرها 6 7 سنوات، جزء من العابها الحجاب والعبايه والغطوه والبطوله، عاد كل دي راح حسب شو يسووا بيوهم. وما لكم شغل بمجرمين الشاشات ومجرمات الشاشات اللي يقول لك الحجاب ما في شيء اسمه حجاب، وحاطه راس هني حاطه مطلعت لي بكله هني كنا عشطير. احنا قبل عندنا فخ نسميها صلابه، تعرف الفخ الصلابه فهد؟ الصلابه عباره عن قطعتين خشب ويحطون بينهم خشبه صغيره تطلع على الجنب وخيط يحط عليها الطير تمسك ريوله. هذه مسكينه الحجيه على بالها صلابه مطلعه كوشي عشطير عشان يطب الطير وتصيده. استحي على وجه الحياه، ما تستحين. الله سبحانه وتعالى كرمك، لبسي حجاب عدل، فشلتي المحجبات، لان انت لما لبستي بهالطريقه ايش سويتي؟ انا اسف اقول الكلام بس لان هذه مصيبه احنا نعاني منها. يقول لك شوف ها، يقول لك محجبه طالع، ولا لابست لي قميص باربي وطالعه بحجاب، بالله شلون هذا حجاب؟ راسك لافه، شعرك الظاهر يمكن حاطه زيت ولا رطب، ما عندك وقت تسوي الاستشوار، لفيتيه ولابست لي من فوق قميص لين من نص الفخذ مال باربي ومن تحت كشه الشكل مسمي نفسه لابسه حجاب، بس على وجهك انت. ما احترمتي ابوك، ما احترمتي امك، ما احترمتي اخوانك، ما احترمتي خواتك، نسيتي ان الله سبحانه وتعالى يطالعك وباكر بيسالك، لبسي عدل. لبستي حجاب غطي، خلاص لبسي حجاب. ما تبين تلبسين خلاص خلي شعرك مكشوف وتحملي. لكن ما يصير اني نقلب اي، ما يصير اني ونشوه الحجاب عشان يقول شوفوا المحجبات يما تبين اصير مثل هذه. لا يا اخي، المحجبات تبارك الله الحمد لله تمشي تحت الساس، ما حد يسمع صوتها، لا تسمع صوت الكعب مالها ولا تسمع ولا تشوف منها شيء، ولابست لك الحجاب والعبات او الفستان او عاد ما يسمونه، وساتر عمرها. الثانيه محتشمه ما تبي تلبس، خلاص تتحمل، بس لا نسوي نص بنص. كذلك البنت اللي هي غير محجبه، انت اخترتي ما تحجبين على راحتك، بس ما يصير تلبسين الليجن وتطلعين ستريتش، فشلتي ايضا البنات. لبسي ستري نفسك خلاص، ما تبين حجاب الله يعينك، تحملي محاسبة الله سبحانه وتعالى لك ولابوك ولامك واخوانك. لكن لبسي عدل، لبسي شيء واسع مرتب حلو جميل، لكن تلبسين لي هالمرصوص هذا ما ادري شلون تدخلون داخله. تشترين ب 300 و400 وتدشين غصب انت مع امك وابوك، تمسكون تدشين داخل تمشين قدام الاوادم تقولون الشباب يتحرك، واحده مزنوطه شلون تاكلين؟ شلون تشربين؟ شلون تمشين؟ عيب. يعني هذا مو لبس. فان كنت محجبه فتحجبي عدل. كنت غير محجبه تحملي وزر اللي تسوينه، بس لا تاذين الناس، لا تشوهون سمعه البنات. البنت الان مسكينه، اذا ما تحجبت شوهت، واذا تحجبت شوهت، واذا تنقبت شوهت، ما شو نسوي؟ يعني شو نسوي؟ يعني ننطر حديث الرسول عليه الصلاه والسلام كاسيات عاريات نشوفهم؟ هذا قاعد نشوفهم قدام عيننا. فشلون اقنعها؟ موضوع لازم وهم صغار يلبسون يحتشمون مثل امهاتنا الاوليات، البوشيه والعبات والحش، يعني ترى كرم. البنت فهد، البنت عندنا عزيزه غاليه مدثره مخشوشه، بس حق امها وابوها اخوانها اهلها محارمها حق زوجها، ما يصير هذا اللي برا يطالع، مو من حقه. بس ايضا لا تلبسي لبس باربي تقول ايش حق تطالعني، ولا لبس لولو الصغيره، هذول انا يعني اذكرهم باباي مرات قبل. فشلون يقول تعالي وهذه 100 دينار روح نشتري من السوق ملابس حلوه لك، 100 دينار 150 دينار. لان احتفال، نسوي احتفال، مو عيد ميلاد خرابيط. شنو ماكش اسمه عيد ميلاد؟ ها خرابيط. يوم النخله ويوم الشجره ويوم البلوطه ويوم الطابوقه ويوم البر ويوم البحر، شو ايش فيكم انتم؟
ايش فيكم؟ من وين جبتوا هذا؟ ما عندنا الا عيدين، عيد الاضحى والفطر، ويوم الجمعه يوم احتفالنا، غير هذا ما في. واحد حفظ من الكتاب نبارك له، تحجب بنيه نسوي حفله، من وين يعني نحتفل من غير تواريخ محدده بمناسبات جميله من ضمنها الحجاب؟ اذا رقم واحد نحط ميزانيه، رقم اثنين نسوي حفله، رقم ثلاثه نبين لها مقامها وقدرها عند الله سبحانه وتعالى وعند النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف تتاسى بامهات المؤمنين رضي الله عنه وارضاهن جميعا. نعم. جزاك الله خير دكتور. فهد اذا حسيت ان انا شديت قول لي، قول لي، اخاف الناس يزعلون. لا لا الشايب هذا ايش عنده؟ لا وزنه بس بعد ايش نسوي؟ فهد صدقني انا بناتي اسمعوني، بناتي ترى غيره، انا اغار عليكم وانا ما اعرفكم. الله سبحانه وتعالى قال انما المؤمنون اخوه، انا اغار عليكم، ما اقبل ان احد يطالعك بعين ما هي زينه. فلما اقول هذا الكلام اقوله من قلبي. عجبك كلامي وسمعتي، اهل ما عجبك سوي اللي بتسوينه، بس هذا اللي ادين الله فيه سبحانه وتعالى. ترى انا اقوله تقربا، ما اقوله مجرد استهزاء لا سمح الله، لكن مرات نحتاج نغلفها بطريقه هالشكل عش الطير بس علشان يدرون بالهم بناتنا. جزاك الله خير دكتور. على طاري الشخص الفتيني واللي يدلس، اذا انا استمريت وياه بنفس التعامل واستمريت وياه ان اسولف واضحك، فهل هذا التصرف سليم ولا لازم اتعامل معاه بطريقه ثانيه دكتور؟ مباشره. شكرا فهد. هذا يسمى تعزيز، المفاهيم النفسيه اسمها التعزيز. اذا الانسان فعل فعل وانا ضحكت عليه فانا ايدته فمدعاه للتكرار فسيكرره. ضحكت كرر، ضحكت كرر، ضحكت، لكن عبست صديت، فيس راح يستجوب نفسه. ليش الوالد عبس؟ ليش الوالد سكت؟ ليش الوالد سكتت؟ ليش صاحبي صد؟ في شيء غلط هنا. فاذا عدم التعزيز هذه مهمه جدا، نعزز الشيء الايجابي لكن السلبي نوقفه حدا الان وليس غدا، الان ما تاجل ولا ثانيه. لا تعال وقف، لو سمحت محمد ابيك كلمه راس، تعال انا ابيك بالدار الحين، يما اترك اللعبه الان وتعال الحين، الموضوع خطر، ابي اكلمك، ستر وروح بيني وبينه بين اهميه الموضوع. اذا السكوت والضحك هو تعزيز فيتكرر الفعل. دكتور سؤال من احدى الامهات تقول كيف نتعامل مع تحريض الاب لابنه، ابن 13 سنه على الام وهي مطلقه، فهل يعتبر ايضا الولد هذه الحاله عاق لانه سمع كلام ابوه؟ استغفر الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أحيانا الزواج ما ينجح بسبب، لأي سبب، فينفصلان يتخذان قرار الانفصال، والله سبحانه وتعالى شرع الزواج وشرع التعدد في الزواج وشرع كذلك الطلاق. فالحين خلاص أبو عبد الله وأم عبد الله أخذوا قرار الانفصال، خلاص ممتاز. ليش تطلقون العيال؟ العيال ليش تطلقون؟ ما زالوا دول عيالك يا أبو عبد الله، ما زالوا دول عيالك يا أم عبد الله. فإذا احنا انفصلنا، اختلفنا، تشاجرنا، خلاص احنا حرين انت، لكن عيالنا لابد يظل هذا ابوهم رمز وهذه امهم رمز، وما يجوز ان نسوي هذا النوع من الانتقام. هذا يسمى انتقام، هذا سوء خلق، وهذا الله ما يرضي، لا الله سبحانه وتعالى ولا يرضى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يرضى اي انسان. هذا يعني انتم زوجين كنتوا بفراش واحد وبيت واحد بلقمه واحده بهدمه واحده عشتوها بحلوها ومرها، بعدين تنتقمون؟ يعني هذا الكلام باطل. فرأيي أن هذا فعل باطل، لا فيه خلق ولا فيه سمت ولا فيه مروءة ولا فيه أي مستوى من مستوى الإنسانية. يجب أن يتفقا هما على ما يريدان من شكل الانفصال، لكن العيال لازم ما يسمعون إلا ما يسر. فيا أم عبد الله إذا الأب حرضهم أنت لا تفعلين مثله، اشكري يقول ما هذا ابوكم الله يعزه ان شاء الله ويخليه لكم ويجيب لكم، لكن الكلام اللي قاله ما صار، انا ما قلته، يمكن هو ما كان فاهم. تحاول اذا شافك لا مصرين العيال تكلمه، تكلم ابوها او اخوها، تستاذن تقول ترى انا بتكلم معاه هذا الانسان، تعالوا معي خلينا نروح له، في عندنا مشكله، تاخذ موعد تقعد معاه وتتكلم لصالح عيالها، لكن يجب ان يقف هذا عن حده. اذا ما اماثله بالفعل واظل ابين حق عيال انه هو رمز ايجابي، لكن وهذا الفعل انا ما فعلته، قد يكون مفاهم، اذا ما فاد اتكلم معاه واقف عند حده في هذا الموضوع. جزاك الله خير. احدى الامهات ايضا تقول دكتور ابني عنده شبهات فكريه وعرضته وتحدث مع شيخ دين ولم يقتنع، وانا اخاف عليه لا سمح الله من الانحراف والالحاد دكتور.
فشنو شلون اصنع شلون احافظ على ولدي؟ رواسخ مشروع رواسخ عند الدكتور محمد العوضي، متخصصين في محاربة الشبه وأفكار منها الإلحادية، فهو أفهم مني بمراحل، وجروب المجموعة اللي هو فيها مع رواسخ ممتازة، فارجعوا لهذه المجموعة ويجيبون على 24 ساعة على أي سؤال تحبون، فهم يدلونكم إن شاء الله على الطريق الأسلم في حماية فكري هذا الشاب الطيب الكريم. حافظي على علاقتك معاه، لا تذمينه، لا توافقين على الفكرة، لكن يبقى ولدك حافظي عليه، لمي على صدرك واحتضنيه ولعبي معاه، ولا تنفكين عنه حتى تفك هذه الفكرة، ويساعدكم إن شاء الله مشروع رواسخ. دكتور، سؤال وصل لنا يقول أبي أقلل من طيبتي، شلون؟ أوه، هذه طيب مشكلتي يعني. أنا. هذه مشكلتي أنا. طيبة، الطيبة قوة لا يقوى عليها إلا أصحاب المروءة. يظن الناس إن الطيب ضعيف، لا، الطيبة عطاء، الطيبة عطاء، الطيبة تضحية، الطيبة سخاء، لكن بشرط ألا توقعني في حرام أو في خلل أو في ضرر. طالما أني أنا ما أقع في حرام بسبب طيبتي، يعني مثلا إيك الوالد، روح اشتر لي سجاير، روح جيب الأرجيلة، روح ولع لي إياها وعمرها، ما يجوز، ما يجوز. حتى لو كان الوالد الله يحفظك، روح حق الوالده، يمه ترى الوالد يقول لي كذا، خلاص اسكت، انا اكلمه. او يك الاخ الاكبر او الاخت الكبرى، تروح حق اخوها الصغير او روح اشتر لي، او ما يجوز، ما يجوز تروح لوالدك تشتكي على ابنك طيب وتمشي، لا حبيبي، هذا يحاسبك الله عليه. ولو سمحتوا يا اباء يا امهات يا اخوه كبار يا اخوات، راعوا والله، اتقوا الله في اخوانكم وفي عيالكم. أنت اتخذت قراراً أن تمارس هذا الفعل، تحمل إثمه، تحمل وزره، تحمل ضرره، لكن لا توقع ابنك أو أخيك الصغير وبعدين تندم. اسمع، لا تقول أخوي ينفهم، عمره 20، عمره 17، عمره 12، يبدأ باكر يتولع في السيجارة، يصل إلى المخدرات. أنت من قتلت أخيك، أنت بتقتل نفسك كيفك. فإذا الطيبة، طالما أن أنا موافقتي، إيثاري، تضحيتي، عطائي للناس، الهشة والبشة والابتسامة، ما توقعني في حرام ولا في ضرر أو في خلل، فهي قوة. قوة. دكتور يسأل، يقول أحد سائلين دكتور، يقول أنا لما أقعد من النوم أزف في الناس وتكون يعني النفسية سيئة، وهل هذا شيء طبيعي دكتور ولا لازم أعالجه دكتور مع نفسي؟ لا، أمر غير طبيعي، ليس، لا يحق لأحد تحت أي حالة من الحالات أن يؤذي أحد. من معاني الحرية صيانة النفس وصيانة حقوق الآخرين، هذا بمعنى الحرية، أني أنا أحافظ على نفسي اللي الله سبحانه وتعالى استودعها عندي أمانة، ولهذا لما أغلط، لما أذنب، أستغفر وأتوب، يا ربي أنا أسأت في جسمي فاغفر لي، يا أسأت في جسمي فتوب علي. فما يجوز ان انا اؤذي نفسي ولا اؤذي غيري. طيب انا نايم، صحيت من النوم، مرات الواحد مثلا يصحونه بطريقه مفزعه، قوم قوم قوم، يقوم طالع من حلم، فهذا، هاي رده فعل سلبيه، ما هذا، ما اقصد، ما اعتقد اني اقصد هذا، لكن لانه تحت بند انا مالي مزاج والله صاحي من النوم، فاخيس نفسي وكلامي السيء لا، ما يجوز، هذا كلام مو صحيح. بالعكس، الانسان لما يصحو يقول الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. يا سلام، شوف الهدي، هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. إنسان لما يصحو يذكر الله عشان تنفك عقدة من عقد الشيطان، وتالي يقوم يتوضأ فتنفك العقدة الثانية، فيصلي، بعد خلاص تنفك العقد كلها اللي عقدها الشيطان على قفاه لما نام، فيقوم. لكن هذا الإنسان لا يذكر الله سبحانه وتعالى ولا يتوضأ ولا يصلي، فهو ماشي بالعقد الشيطانية فيؤذي الناس. فأول علاج لمثل هذه الحالة أنه يصحح فكرة أن هذا غير سليم، واعتراف أنه خطأ. ثاني علاج ذكر الله، أول ما بطل عيني سبحان الله الحمد لله أذكره، فالأمور إن شاء الله تصير أطيب. نعم، تحتاج إلى معالجة نفسية. دكتور، وصلنا إلى ختام فقرة الأسئلة، و طب الناس بس وصلنا إلى الختام دكتور، ماكو خلاص، حاضر إيه حاضر. ماكو وقت دكتور. للأسف اليوم، أو مبروك نقول لك مبروك، بس دكتور اليوم مقابل الأسئلة،
زين. ما كانت في موضوعنا، لكن ان شاء الله يعني لكل جواب تكبوا يا دكتور، وخلاص ان شاء الله الحلقه الجايه لنا 3-2، ما لا الحلقه وتو الجايه لنا الناس ان شاء الله. فهد النفس طويل طال عمرك، الحمد لله النفس طويل وما عندي مشكله، ما عندي مشكله يعني حتى لو كان. خل اقول لك سالفه على النفس الطويل، قول دكتور رايك؟ تفضل قول. ولا في ايام لما كنت لاعب مبارزه بالسيف، لعبت مع لاعب في لعبه كان التحكيم على وقتها كان التحكيم يدوي ما في جهاز، فالحكم يقول جاهزين، نقول نعم، فيقول العب نتسايف، فنضرب السيوف مع بعض نطعن بعض، فالحكم فتصير في لمسه اللي يشوفونها 4 قضاة مع الحكم، فكنت انا اهجم المس وارجع وبعدين يلمسني الثاني، فتنحسب النقطه علي 1-0 2-0 3-0 4-0، حتى كنت اقول له يا فلان اعترف، قال انا مالي علاقه، الحكم. قلت له الحكم انا اعلمك شلون الحكم. عمري كان عمري 16 17 ذاك الوقت، يعني قبل 40 سنه، فكان غالبني 4-0، نفس طويل الحمد لله. فقمت من قعدت كم العدل دكتور؟ عاد مسكت السيف عدل، عفوا شنو ايش قلت فهد؟ ليوصل لستة دكتور ولا كان خمسة خمسه ولا؟ ليوصل خمسه، باقي باقي لك نقطه واحدة. باقي واحده، وامسك السيف عدل يا فهد واعطيه ضربه طوليه على طول جسمه كله، فصرخ فقال على طول نقطه، اعترف. قلت له الحين صح، فخاف. 4-1 4-2 4-3 4-4 5-4 علي، فزت عليه ما شاء الله. بالكذب، خذ 4 لكن الله قدر. فمرات اكو ناس يحتاجون العين الحمراء عشان يكذبوا، لكن دير لا بس بالك احنا نعترف، الفرق ان احنا نعترف دكتور وبنفوز ان شاء الله، احنا ليس بنوصل تهديدا خمسة قبلك. ليس تهديدا ليس تهديدا، ولكن اقول ايه لك يعني لا تعتبر نفسك وصلت حتى لو الفرق 10، لا اجيك لا اجيك لا لا ان شاء الله فايزين دكتور. ان شاء دكتور الله. وصلنا الى ملخص حلقة اليوم. كن مرنا هو العنوان، والملخص كن مرنا بالمفاهيم الخمسة، بمعنى وقلت لكم أفضل شيء في المرونة هو الترك، فتنازل عن فكرتك، اسحب فكرتك، القاعدة اسحب فكرتك ولا تنسحب، اسحب فكرتك ولا تنسحب، هذا الملخص. مسابقة الكلمة الحلوة دكتور، شارك ويانا المرة الأخيرة مبارك سلطان الجوير وحقق ما شاء الله 152 صوت، ما شاء الله واليوم عندنا إن شاء الله شهاب محمد عبد الله وهو ابن ال 11 سنة وهو من اليمن وساكن في السعودية إن شاء الله، وراح تعرض مشاركته فور انتهاء اللايف على الستوري دكتور. ما شاء الله، دكتور أين قول لي. نبي عنوان الحلقة القادمة دكتور. أوه، العنوان القادم عاد عنوان غزلي، كرم المشاعر. كرم المشاعر، المشاعر بقول سالفة على هذا، على كرم المشاعر. تفضل. عملنا حلقة أنا ويا الدكتور جاسم محمد المطوع الله يحفظه سنة 96 1996 ميلادي، كان سويناها وكنا نبثها من الامارات من دبي، كان احنا هاي بدايات ظهورنا، كنا نبث من جده من دبي، وكنا احنا اول يعني من بدايه من اول الناس كان يتكلم في القضايا الاسريه، كان البرنامج اسمه البيوت السعيده. فعملنا قال لي ها دكتور شنو الحلقه؟ قلت له الغزل العفيف يعني، فضحك طبعا الشيخ جاسم يعني جريء، ما ادري مش كنا نطرح اي موضوع، قلت له بطرح موضوع الغزل العفيف، قال غزل، قلت له الغزل اف عليك يلا. فالمهم العنوان كان شد، فعلا شد مسلمين وغير مسلمين كانوا يتابعون الحلقه. المهم اثناء الحلقه وانا نتكلم عن الغزل الوالدي، الغزل البنوي، الغزل بين الاصحاب، الغزل العفيف اللي هو في الخطبه والزواج. فالمهم وانا كل ما اقول نحن المسلمون والمسلمين والمسلمات، فقال دخلت علينا واحده من الاخوات عربيه اللهجه، فقالت انا عندي ملاحظه، لماذا تقولون مسلمين مسلمين؟ قولوا عرب. فانا يعني احنا عاد شويه شو القصه؟ فقالت انا مسيحيه وانا اتابعكم، لما يقول مسلمين يعني كأن احنا برا، قلنا. فمن ذاك اليوم فانتبهت فعلا الاخلاق والجمال وجمال ديننا الاسلامي ليس حكرا على المسلمين، ولكن لكل انسان يحب الجمال وديننا كله جمال. فالحلقه القادمه الغزل العفيف، كرم المشاعر، يعني نتكلم عن الغزل، متى الغزل له معنى؟ ما هو اشكاله؟ ومتى يكون مقبول؟ ومتى يكون مرفوض؟
انا معليش، انا ليش قلت هالكلام غلط؟ المفروض ما قلت اقوله. كله دكتور خلاص الحلقة كلها. خلاص خلاص خلاص، ما في داعي نقول الحلقه لا الجايه. لا إن شاء الله الحلقة راح تعرض يوم الثلاثاء إن شاء الله الساعة 9 مساء إن شاء الله بتوقيت مكة المكرمة. ان شاء دكتور الله. ختامنا بسؤال الحلقة القادمة. هل تعبر بسهوله عن مشاعرك السلبيه؟ هل تعبر بسهوله عن مشاعرك السلبيه؟ انا غضبان، انا حزنان، انا غيران، انا خايف يعني، ولا مسوي نفسك دائما سبع البومبة عند ام عيالك عند عيالك ما تخاف؟ فهل تعبر بسهولة عن مشاعرك السلبية؟ فهد راح يكون ان شاء الله هذا سؤالنا، فان شاء الله بعد الحلقة مباشرة راح ننزل السؤال وننزل الفيديو لولدنا شهاب محمد عبد الله عمره 11 سنة، وان شاء الله ان شاء الله يعجبكم وتعطونا الصوت بإذن الله اللي ترون انه يستحق. هاي بإذن الله. يا فهد، بقى شيء؟ لا خلصنا كل شيء؟ خلاص خلصنا هنا. الحمد لله. اول شيء حاب بعد اشكر الله سبحانه وتعالى، ثم اشكر جمهورنا على تفاعلهم واسئلتهم الجميله، ونعتذر دائما من اللي ما اخذنا اسئلتهم او لم نوجد السؤال كما يعني اراد، اعذرونا، لان احنا قاعد نحاول نساعد باللي الله سبحانه وتعالى يسر ويقدر لنا وياكم ان شاء الله. شكرا للجميع، وهذه تحيه اسره برنامجكم فريق ابتسم. دائما هذول انتم ما تشوفونهم، لكن فريق ابتسم هو اللي وراء هذا العمل الجميل، فتحية من فريق ابتسم وفهد والدكتور محمد ثويني. إلى أن نلقاكم على خير ومحبة، نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.